أصعب مواجهة بين كاميرا انتباه والمهندس ناصر محمد عثمان، مدير قطاع التحرير الزراعي والمسؤول عن إبلاغ عن عمليات التجريف وأي مخالفات يعاقب عليها قانون الزراعة. معايا سيادة النائب؟ حضرتك قلت مفيش تجريف، حضرتك معايا؟ أنا متأكدة إنك معايا. تفتكروا باشمهندس ناصر هيقول الحقيقة؟ حضرتك المسؤول عن الزراعة هنا، يعني لو حصلت مخالفات في الأراضي الزراعية حضرتك المسؤول إنك تبلغ. تمام. طيب هل في تجريف للأراضي بيحصل؟ في موجود تجريف، موجود، كله بيتجاوز في المساحات وفي الأعماق. هل حضرتك بلغتهم؟ أنا أولاً كان كمدير منطقة التحدي كان المفروض يبقى اختصاصي حماية الأراضي، بس منزوع مني اختصاص حماية الأراضي. ليه يا فندم؟ والله ده قرار من المراقبة إن حماية الأراضي ما تتبعش المنطقة، تتبع إدارة حماية الأراضي في المراقبة، رغم إن ده خطأ طبعاً. المفروض أنا برقص مهندسين حماية الأراضي هنا، بس حالياً لما نزع مني الاختصاص بقيت أرقصهم إداري. حضور وانصرف فقط لا غير. ليه؟ هو خطأ، بس ما يعني هو المفروض خطأ ويتصحح. والقائم بأعمال مدير رئيس المدينة بيقول ما حدش بيبلغني. هو ممكن فعلا يكون ما حدش بيبلغني، لأنه مسؤولياته في الوحدة المحلية فعلا كبيرة والزمام عنده واسع، والمفروض هو بيعمل محضر بيبلغ بيه الوحدات المحليه، بيبلغ بيه مجلس المدينه، بيبلغ بيه الشرطه، بيبلغ بيه مديريه الزراعه بغرب النبره، بيبلغ بيه المحافظه. والتجريف ده حاصل بقاله سنين، ليه ما حدش اتحرك؟ ما اصاب، يقولوا ان هي اموال سياديه وداخله المحافظه، فهيتحرك هيقول ايه؟ يتحرك هيقول ايه؟ هو اساسا حتى لو انا بعمل له محضر، ساعات بعمل له محضر تذكرتاري ومحضر اثبات حاله انه جرف، بياخد قضيه فيها. القضيه في الاخر بيقوم خبير، المحامي بيقوم خبير، وفي الاخر بعد ما الخبير بيجي، طالما الارض الزراعيه، هو القانون كده بتاعنا، طالما الارض الزراعيه جه اللي اتجرفت لقاها مزروعه، الخبير خلاص بتطلع براءه وما فيش فايده. لا لا ما فيش فايده، عاوزه قانون وعاوزه برضو يبقى في شده في الاجراءات زياده عن كده. مين اللي ما بينفذش القانون؟ القانون موجود كلنا، من المحافظه لرئيس قسم حمايه الاراضي، ليه أنا، لمهندس حماية الأراضي، لمديرية الزراعة بالنوبارية، لمديرية الزراعة بالبحيرة، كل الإدارة المركزية لحماية الأراضي، كلنا بننفذ القانون. بس دي حالة اغتصاب جماعي. ماشي، أنا هعمل المحضر النهاردة، عملته بإيراتين بثلاثة والمحجر شغال، لكن المفروض طول ما عملت المحضر وبلغت بيه من أجمع المحاجر تقفل المحجر على طول في ساعتها، لكن بيستمر العمل 10 سنين وهما بيجرفوا في الأرض. وهو أنا طالما أنا بيجيني حفزي من مشروع أو من إدارة المحاجر أيا كان، أنا مسؤول، طالما أنا بيجيني حفزي خلاص أنا ماليش فيه. مين المذنب في القصة دي؟ كلنا مذنبين. أوجست وأنجست، كلنا مذنبون. كلنا مين؟ إحنا مالنا؟ المسؤولين مذنبون. أشكرك يا باش مهندس. بس إيه؟ يعني إيه طالما الحافي الشغال ماليش فيه، بس أنا ليا فيه؟